على إيقاع الموسيقى التراثية يستعرضنا زهرات المدارس هنا بمحافظة المهرة رقصات قديمة ومتنوعة، منها رقصة البدينة والتي هي عبارة عن دقة الرجل دقة واحدة على الأرض، فيما الثانية يطلق عليها الرستين وتكون دقتين على الأرض وعلى صوت الطبل والغناء. شاركت اليوم في رقصة تحو. عندنا عدد فقرات من التراث القديم ورقصاتنا الشعبية حول محافظات المهرة، وعدة رقصات من الحاضر القديم ومنها من الحاضر ومنها من الماضي القديم، عدة رقصات. تتشكل هؤلاء الزهرات على هيئة لوحة فنية في منصة الاحتفالات، وأكثرها في المناسبات السنوية كيوم اللغة المهرية التي يحتفل المهريون بذكرها من خلال إقامة فعاليات متفرقة لترسيخ عراقة لغتهم الأم المكونة من 31 حرفا بذهن الأجيال المتعاقبة، والتي يعود تاريخها إلى ما قبل 3000 عام، فيما يضع باحثون تاريخا أقدم يمتد إلى 5000 عام. وإلى جانب الرقصات النسائية للشباب المهريين ثقافة خاصة بهم والمتمثلة بالبرعة، والتي تعد إحدى الفنون الشعبية المنتشرة بين مختلف الفئات العمرية، والتي تم استعراضها في فعاليات يوم اللغة المهرية بمدينة الغيضة، والتي خصص فيها أيضا معرضا لرسومات الطلاب. الحين قايمين في تراث المهري حفل مع الطلاب، وأنا مشارك في الشرح وفي بعض الطلاب مشاركين في البرعة. اليوم شاركت رقصة بالبرعة وفي المدرسة الدرعية. نشكر جميع الحضور اللي شاركنا حفلنا هذا. فاللغة المهرية هي لغة عظيمة، لغة أبناء المهرة منذ القدم، نفتخر ونعتز بها، حيث يضم هذا المعرض مجموعة من الرسوم القديمة بحيث تتوضح فيها لبس العريس والعروسة والآثار القديمة. وتأتي هذه الاحتفالات الثقافية لإحياء الموروث المهري الذي أوشك على الاندثار، وسط دعوات للباحثين والمختصين لتكثيف عملهم وإظهار تراث المهرة التاريخي في جميع الجوانب. أحمد الحرازي لقناة سهيل، محافظة المهرة.